أول درس دروس الصف الخامس الابتدائي، الدرس بعنوان أنواع الموارد. النهارده هنتكلم عن أنواع الموارد، هنعرف إن عندنا نوعين من الموارد، موارد طبيعية وموارد بشرية. طيب إيه هي الموارد الطبيعية وإيه هي الموارد البشرية؟ ده عندنا تعريفين مهمين جدا استنت. أول تعريف عندنا الموارد الطبيعية، قال لنا الموارد الطبيعية هي كل الموارد التي وضعها الله للإنسان دون جهد من جانبه، يعني دون أن يعمل الإنسان فيها أي جهد. تعريف ده مهم جدا. طيب زي إيه كده عندنا؟ زي المياه، زي التربة، زي الهواء، النبات الطبيعي، الثروات المعدنية، دي كلها موارد طبيعية. يبقى الموارد الطبيعية هي تعريف مهم عندنا، هي كل الموارد التي منحها الله للإنسان دون جهد من جانبه، مثل المياه، التربة، الهواء، وإيه كمان؟ النبات الطبيعي والثروات المعدنية. يبقى ده أول تعريف عندنا الموارد الطبيعية. طيب قال لنا إن عندنا أنواع الموارد الطبيعية في مصر، أول مورد عندنا نهر النيل، ونهر النيل ده يعتبر مصدر مهم جدا للمياه العذبة في مصر. يجي لنا السؤال هنا أكمل، نهر النيل يعتبر من مصادر المياه نقط في مصر والمياه العذبة. طيب عندنا كمان موارد كمان اسمها الغابات الطبيعية. بيقول لنا سؤال مهم جدا، بما يفسر لا تنتشر الغابات الطبيعية في مصر بصورة كبيرة؟ ما عندناش غابات ليه؟ قال لي بسبب ندرة الأمطار. يبقى ده سؤال برضه مهم عندنا. يبقى لا توفر في مصر غابات طبيعية، بل ينتشر النبات الصحراوي بسبب ندرة الأمطار. تمام كده؟ طب عايزين بقى نعرف إيه هي أهمية الموارد الطبيعية؟ الموارد الطبيعية مهمة في إيه؟ نمسك مورد مورد كده واقول ايه اهميته عندنا. اول مورد عندنا المياه، هو مهم في ايه؟ طبعا مهم لحياه الانسان والنبات والحيوان، او الحاجه المياه ضروره لحياه الانسان والحيوان والنبات. تاني مورد عندنا الخامات، سواء كانت خامات زراعيه، حيوانيه، معدنيه، دي كلها خامات ضروريه في ايه؟ في الصناعه. تالت حاجه عندنا من الموارد الطبيعيه مهمه جدا التربه. طب التربه لو استعملها في ايه؟ ادي لازمه للمحاصيل الغذائيه والزراعيه، ازرع التربه. طيب ايه كمان عندنا؟ مصادر الطاقه، مصادر الطاقه دي مورد طبيعي، طب بستخدمها في ايه؟ زي البترول، زي الفحم، زي الغاز الطبيعي، بستخدمها طبعا في الصناعه. عندنا كمان موارد طبيعيه اخرى زي العيون المياه الكبريتيه وزي انواع الرمال. النوعين دول يستخدم في علاج بعض الامراض خاصة امراض العظام. النتيجه عندهم ان ادى الى وجود نوعين من انواع السياحه في مصر، زي سياحه الشواطئ والسياحه العلاجيه. يبقى انا كده عرفت اهميه الموارد عندي، عرفت اهميه المياه والخامات سواء زراعيه او حيوانيه ومعدنيه، وعرفت ان التربه لازمه طبعا لزراعه المحاصيل الزراعيه، وعندنا مصادر للطاقه دي اساس للصناعه، وعندنا موارد طبيعيه زي العيون الكبريتيه والرمال، والسياحه اللي ظهرت عندي في مصر زي سياحه الشواطئ والسياحه العلاجيه. بيجي لي صور عندنا مهمه في الكتاب، الصور دي مهمه جدا عندي. النشاط الصناعي، يبقى دي شكل الانشطه البشريه. النشاط الصناعي بيتطلب وجود مصادر الطاقه، مصادر الطاقه دي ايه؟ مصادر الطاقه دي موارد طبيعي، يبقى ما يجي يقول لي اكمل، يتطلب وجود مصادر الطاقه لقيام النشاط الصناعي. طيب عندنا هنا كمان سؤال يجي لك متفصل، سؤال مهم جدا، يقول لك بما يفسر وجود الزراعه وقيام الزراعه في وادي النيل والدلتا؟ هنقول له بسبب توافر المياه العذبه والتربه في الصناعه. طيب قال لي ان انا الموارد الطبيعيه بتاعتي تتعرض لحاجه اسمها التلوث. ايه التلوث دوت؟ قال لي التلوث ده حدوث تغيرات لبعض الموارد الطبيعيه فتصبح غير صالحه للاستخدام. زي ايه؟ زي تلوث الماء، تلوث الهواء، تلوث التربه. التلوث ده بيجعلها غير صالحه لاستخدام الادم. يبقى تاني تعريف التلوث، التعريف ده مهم جدا، هو حدوث تغيرات لبعض الموارد الطبيعيه فتصبح غير صالحه للاستخدام البشري. طبعا انا عندي الاسراف في استخدام المياه زي الصوره ما هيوضحها لي كده، بيؤدي الى اهدار الموارد الطبيعيه. يبقى النتائج المترتبه على الاسراف في استخدام المياه ادى الى اهدار للموارد الطبيعيه. طيب يبقى انا كده خدت اول حاجه عندي او اول جزء من الدرس بتاعي الموارد الطبيعيه، وعرفت الموارد الطبيعيه هي كل ما منحه الله الانسان دون جهد من جانبه، زي المياه، التربه، الهواء، الثروات المعدنيه، النبات الطبيعي. وعرفنا اهميه الموارد الطبيعيه، و
وان شاء الله المره الجايه هناخد درس جديد ونكمل بقيه الدرس بتاعنا. شكرا.